السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، محمد بأش الديدو يرحب بكم من جديد. يتمنى لكم التيسير والتوفيق إن شاء الله. تقبل منا الصلاة، الصيام والصلاة والقيام إن شاء الله لنا ولكم. وموضوعنا اليوم ستوب بيبي، هذا العسل هذا اللي كيروج بواحد السرعة هائلة، واللي تطرح يعني في فيسبوك وتطرح يعني في انستغرام وتطرح حتى في اليوتيوب. بعد ما يعني لاحظت المنتوج عليه دشة بزاف، قلبت وسولت، لقيت واحد الصديق انه خداه. مني خداه يعني المنتوج خداه. الصدفة قال لي لقاه في واحد المحل، يعني محل قريب ليه، غير ب25 درهم حتى 35 درهم. بعد ما جاه يعني خداه في الانترنت، خداه يعني ب200 درهم حتى للدار، ولكن لقاه حدا دارو ب125 حتى 35 درهم. لهذا الإخوة والأخوات يعني حبيت نشارك معكم هذه المسألة هذه. يعني اللي عنده هذا المشكل ديال التبول الإرادي لا إرادي، يعني بغى يجرب هذا العسل هذا، راه غتلقاه في الدرب ديالك ولا في السويقة ولا في شي محل تما خاص ديال الأعشاب، غير ب25 ولا 35 درهم. وكنتمنى يعني الشفاء لجميع الأطفال اللي كيعانوا من هذا المشكل هذا. وكنتسنى النتيجة. الأخ يعني يقول لي النتيجة، واش عنده النتيجة ولا ما عندوش نتيجة، باش نقدر نخبركم واش النتيجة، ما كاينش النتيجة في العسل، في هذا العسل ولا ما كايناش. لهذا كنتمنى الإخوة والأخوات ما تنساوناش يعني بمشاركة، تفعل الجرس باش يوصلك الجديد، باش إن شاء الله نحاول نطرح المواضيع اللي كتطرح بواحد الثمن خيالي، وغنطرحها بثمن رسمي وبنقط البيع اللي يعني قريبة لك، باش تقدر تاخذ المنتوج. غير يعني عين وشوف وجرب وقريب لك، احسن من انك تاخذ واحد المنتوج 200 درهم في الاخر تلقى ما عطيش لك النتيجة، لا ما 25 درهم ولا يعني 200 درهم والنتيجة ما كايناش. لهذا نتمنى الاخوان تشاركوا الفيديو يعني مع الاخوات ديالكم الاخوان ديالكم، باش توصلوا من الفكره، يعرفوا الثمن الحقيقي ديال المنتوج اللي هو عسل التبول لا ارادي. كنتمنى يكون فيه شفاء يعني، باش يعني نفعوا به الناس ونفعوا به الاهل والاسر اللي كيعانوا من هذا المشكل ديال التبول لا ارادي. يعني نتمنى يكون فيه الشفاء يعني، وتكون نتيجه ايجابيه باش يعني يستعملوه الناس، باش يعني يفكوا من هذا المشكل ديال التبول الارادي عند الاطفال. ومن هنا كنوصل لنهايه الحلقه، كنقول لكم ما تنسوش الاشتراك وتشاركوا الفيديو مع الاخوان باش يعرفوا الثمن الحقيقي والمنتجات ان شاء الله اخرين اللي غادي يستافدوا منهم بزاف.